حياكم الله ويانا مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة متجددة من برنامجكم شباب قول وفعل. من الست لسبع راح نتواصل وياكم إن شاء الله. دعوني باسمي وباسمكم مشاهدين الكرام أني أرحب بزميلتي نورة، حياك الله معنا وأهلا وسهلا فيك. يا هلا ومرحبا فيك أكيد فايزي. يا هلا ومرحبا ومساء الخير على كل مشاهدنا على قناة كويت سبورت من خلال هذا البرنامج وبرنامجكم شباب قول وفعل. مثل ما تفضل زميلي راح نكون معاكم من خلال الساعة هذه من الساعة 6 إلى الساعة 7، وحابة أني أذكركم في وسائل التواصل مع البرنامج من خلال سناب شات وإنستغرام شباب كيو8 تي في، ومن خلال إيميل البرنامج شباب كيو8@hotmail.com. راح نكون معاكم اليوم في حلقة متنوعة بفقراتها الطبية والرياضية والحوارية. طبعا نورة، احنا يعني في كل بداية حلقة انت ناقش عن موضوع معين، واليوم موضوع حلقتنا راح يكون عن خبرة السنوات اللي يمتلكها الإنسان بغض النظر عن الشهادة، من خلال خبرة مثلا وظيفية، من خلال خبرة رياضية، من خلال خبرات مختلفة ياخذها على عدة سنوات تراكمية. هل صحيح أو أنت متفقة مع يعني من يملك الخبرة يصبح أفضل من صاحب الشهادة؟ هل هذه المقارنة تكون، يعني أنا بوجه لك سؤال، فهل هذه المقارنة يعني في محلها الصحيح، ولا الشهادة لها دورها وعملية الخبرة لها دورها دور مختلف تماما؟ فايز، أنا يعني على حسب من وجهة نظري أن على حسب نوع الخبرة، إن كانت حياتية فما تفيدها الشهادات. خبراتنا الحياتية دائما نكتسبها من خلال عثراتنا في الحياة وتجاربنا الحياتية. حلو. بغض النظر عن العمر والسنين، ولكن من خلال التجارب الحياتية. لكن أكيد إذا خبرة عمل وهذا، فأحيانا الإنسان يكتسبها من خلال عمله، لكن من الأفضل أنه يكون من خلال دراسة وخبرة، يعني بشهادة مثل ما تفضلت، بس الحياتية لا. حلو، يعني الخبرة العملية خلينا نقول الشهادة تكمل الخبرة العملية. نعم. ويعني تسندها. لكن الخبرة الحياتية لا، الواحد ياخذها مع الحياة من خلال التأثيرات اللي ذكرتيها بالفعل، ومن خلال المواقف اللي شاهدها، من خلال يعني الاحتكاك مع الأصدقاء، من خلال الاحتكاك مع المواقف اللي تكون يعني سواء أسرية أو مجتمعية أو ما شابه ذلك. وبالإضافة بعد. نعم. فايز، أنا في أشياء كثيرة اكتسبتها من خلال جلستي مع كبار السن. حلو. يعني الواحد لما يعيش مع يعني جدانه وكذي ياخذ منهم خبره ويتعلم منهم، حتى باكر لقدام لما يتعثر يذكر كلمه الكبير بالسن وخبرته، فخلاص تركز تصير بباله انه فعلا قالها لي مثلا يدي ولا يدتي، فخلاص تصير هذه ايضا من خلال من يعني خبره من خبرات الحياه اللي اكتسبها. حكم ناخذ منهم بالضبط. حكم دائما نوره، يعني كبار السن اللي قعدتي معاهم تتعلمين، تحسين انك قاعده مع مدارس في الحياه. الآن في الوقت الحالي قاعد نشاهد بعض الأشخاص، يعني مثلا على سبيل المثال خلنا نبتعد شوي عن الخبرة الحياتية وندخل في الخبرة الوظيفية. يأتيك يعني خبرة الوظيفية مثلا مدة سنة، ما احتك، ما شاف المشاكل إلى الآن كذا، ما يسمع من شخص خبرته 15 سنة أو 20 سنة، ما يتقبل أنه يسمع منه النصيحة ولا. فهذا الأمر يعني لابد ان الواحد يدش يكون مثقف في هالاتجاه هذا. نعم. ناس توصل خبرتها 20 سنه و 25 سنه وما زالت تتعلم وتاخذ يعني تاخذ النصيحه حتى من اللي اقل منهم خبره. نعم طبعا اكيد، احيانا اللي اقل منك خبره بس في حكم مجال عمله مثلا يكون قبلك او من خلال دراسته من خلال بحثه يكون مطلع يحب القراءه عنده خبره اكثر منك، فما هو عيب السؤال، وخصوصا في مجال العمل. دائما احنا ومجال عملنا، يعني انا عن نفسي احب ان استغل كل فرصه استفيد فيها من خلال الناس اللي في هالمجال واقدم مني ويوجهون نصيحه، وما عيب السؤال، ترى بالنهايه الفائده يعني لك، مردوده لك يعني. صحيح. فخبره الحياه والخبره العمليه مثل ما تفضلت غالبا ما تكون مكتسبه، بالاضافه لي الله يعطيك العافيه. الحين انا اكتسبت منك خبره يعني بحديثك اللبق والشيق نوره، يعني كل الشكر لك. مشاهدينا الكرام نطلع وياكم فاصل قصير، ومن ثم نعود لنستكمل معاكم لقاءاتنا وحواراتنا مع ضيوفنا ان شاء الله المختلفين، وراح تشاهدون يعني ضيوف مميزين باذن الله. ناخذ هذا الفاصل.
دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا ولقاء مع البطل الكويتي محمد القطان والبطل أحمد المسفر. الفقرة الطبية والدكتور ياسر غضنفر. اهتمامات الشباب ولقاء مع الدكتورة عذاري الفضلي. الفقرة الرياضية مع علي الموسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم يهم الشباب جدا لأن مرض جدا شائع اللي هو التهاب الجيوب الأنفية. أول شيء خلينا نعرف الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية عبارة عن فراغات موجودة داخل الجمجمة حوالين العين والأنف والأذن. أحيانا لما يصير فيها التهابات يؤدي إلى انسداد عن طريق المخاط اللي يتجمع داخل هذه الجيوب الأنفية ويؤدي إلى أعراض كثيرة. هناك نوعين مهمين من التهاب الجيوب الأنفية: التهاب الجيوب الأنفية الحاد اللي هو يكون أقل من 6 أسابيع، والتهاب الجيوب الأنفية المزمن اللي هو يكون أكثر من 3 أسابيع. وأتمنى أن نقدر نفرق بين الاثنين عشان نعرف نروح حق الطبيب المختص بعلاج هذه الحالة على حدة. بالنسبة حق التهابات الجيوب الأنفية الحادة، أهم أسبابها اللي هي التهابات الفيروسية والبكتيرية، خاصة مع تغيير الفصول ما بين الخريف والشتاء وما بين الصيف والربيع، دائما تكثر الحالات هذه. أيضا بدخول موسم الحساسية في الكويت، أهم موسم بالنسبة للحساسية في بداية شهر سبتمبر ونهاية شهر أكتوبر. أحيانا في ناس عندهم حساسية على مدار السنة ويحوشهم نوبات متكررة. بالنسبة حق أهم أسباب التهاب الجيوب الأنفية المزمن، رقم واحد الأكثر شيوعاً هي حساسية الجو. والحساسية أيضاً هناك حساسية داخلية داخل البيوت، سواء تكون عن طريق الفطريات أو من عثة الغبار. هناك أيضاً بعض الأمراض المناعية اللي تسوي التهابات الجيوب الأنفية مزمنة، لها علاقة بأمراض المناعة والروماتيزم، وعادة تكون فيها أعراض جيوب أنفية مع أعضاء أخرى، يكون فيها آلام مفاصل، طفح جلدي، كحة، فهذه تدل أنه ممكن يكون لها أسباب مناعية. هناك أيضا بعض الأمراض الوراثية مثل مرض السيستيك فايبروسيس اللي هو التكيس الليفي اللي يصيب الرئة، أيضا يكون أحد الأسباب لالتهابات الجيوب الأنفية المزمنة. بالنسبة حق الأعراض اللي تصيب المريض بالتهاب الجيوب الأنفية، أعراض جدا شائعة، وأحياناً المريض يتخصبق ما يدري هل هو له علاقة بالجيوب أو أشياء ثانية، منها الصداع، آلام حول العينين أو عن طريق عند منطقة الوجنتين، يحس إن في سائل قاعد ينزل من منطقة الأنف إلى منطقة البلعوم مثل طعم يكون غريب. هذه كلها أعراض ممكن تؤدي إلى التهابات الجيوب الأنفية. طبعا لما تكون حادة هذه الأعراض تكون مزمنة وأكثر من 3 شهور، ويكون المريض خذ أكثر من علاج وما تم شفائه. إذا كانت التهابات جيوب أنفية عادة العلاج يكون في الطبيب المستوصف. التهابات الجيوب الحادة أو المزمنة تكون عند طبيب الحساسية المختص، موجودين في أكثر من مستشفى حكومي. أتمنى تكون معلومة مفيدة ونشوفكم في لقاء قريب. متواصلين معاكم نستكمل باقي فقرات برنامج شباب قولوا فعل، واكيد للشباب نصيب الاسد في برنامجنا، عشان كذي راح تكون فقرتنا الحواريه الاولى عن اهتمامات الشباب مع الدكتوره عداري الفضلي اخصائيه علاج نفسي اكلينيكي. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور، وحياكم الله. حياكم الله.
دكتورة عذاري حياك الله معانا في برنامج شباب قول وفعل. في البداية أنا وزميلتي نورة قاعد نتحدث عن عملية الخبرة واللي يأخذون في النصيحة. نعم. وفي بعض الأشخاص ما يأخذون في النصيحة للي يعني تكون خبرتهم أعلى منهم. نعم. فيعني مثلا شخص يملك خبرة 20 سنة يأتي بسنة مثلا ما يتقبل النصيحة من اللي عنده 20 سنة. نعم. فعملية يعني التعامل طالما إحنا قاعد نتكلم في عملية العلاج النفسي والطرق. نعم. النفسية. نعم. شلون تعامل مع الحالات هذه مثلاً؟ طبعاً إحنا عندنا في العلاج النفسي عندنا مقولة تقول من استشار ما احتار. حلو. ودائماً الإنسان يكون يلاقي صعوبة في إيجاد حل بسرعة أو نتيجة الضغوط الحياتية والضغوط النفسية يكون المخ عنده صعوبة في إيجاد الحل السريع. فمو غلط ان انا اروح واستشير اهل الخبره، الناس الحكماء، اهل الاختصاص، لكن مسؤوليتي انا قبل ما استشير لازم اعرف من الشخص اللي استشيره. مو اي انسان مثلا هو ناجح في حياته الزوجيه فانا عندي مشكله في حياتي الزوجيه اروح استشيره، يمكن هو علاقته الخاصه مختلفه عن علاقتي انا. مو شرط ان انسان ناجح في دراسته او ناجح في مهنه معينه وانا عندي مشاكل مع مهنتي مع وظيفتي اروح استشيره. كل شخص تجاربه وحياته وخبراته تختلف عن شخص اخر، لكن بالاخير الجا دائما الى عده استشارات وما اخذ قرار واحد. ارجع لنفسي، ارجع لذاتي، اوكي اشوف من اللي يناسبني، شنو الحلول اللي انا سمعتها، اي اكثر وحده تناسبني واخذ فيها واجرب. ومو غلط اذا انا جربت وفشلت واروح اكرر التجربه مع تغيير الخطه ولا تغيير الهدف. حلو. صح، انا اتفق معاها. يعني اللي يفشل في مكان معين ما يوقف دكتوره ابدا، لان احنا ما يقول والله انا فشلت خلاص ما اقدر وكذا ابدا. شوف يعني اللي يكمل المشوار. اللي يخاف من الفشل عمره ما راح ينجح، واللي ما يخاف من الفشل حتى لو انه هو ما نجح لكن هو ناجح في موقعه، ناجح. حلو. ناجح في تاقلمه مع ظروفه، ناجح مع صعوباته، ناجح مع الظروف الصعبه اللي هو قاعد يواجهها. فبالأخير تأقلمك مع ظروفك الصعبة نجاح وليس فشل. نعم صح أكيد. طيب لمي نرجع لمفهوم الاهتمام والجانب اللي نبي نتكلم عنه، لما نقول اهتمام. نعم. شنو مفهوم الاهتمام؟ طبعا هالموضوع هذا وايد يعني مهم، وإحنا اليوم قاعد نسلط الضوء عليه لأن قاعد نشوف حالات عندنا في العيادة. نعم. ناس فجأة تحس بالقلق، فجأة يحسون بالاكتئاب، نلاقي ناس فجأة عصبيين يحوشهم حالة من الغضب، ولما نقعد معاهم ونتكلم معاهم نلاقي أغلب اهتماماتهم غير مفيدة ولا تصب في أهدافهم. فهم شاغلين نفسهم في أهداف في اهتمامات بعيدة عن أهدافهم، اهتمامات هم أصلاً مو أصحاب القرار فيها، مثل مشاكل الناس، الظواهر السلبية في المجتمع، متابعة حياة الآخرين. في مثلا أحد الحالات اللي عندي قبل فترة جت لي تقول إن أنا قاعدة شهرين في البيت مكتئبة وحاسة في حزن ومو قادرة أطلع ولا قادرة يعني أتأقلم مع حتى أصدقائي. فلما قعدت معاها طلع السبب إن هي قاعدة تتابع الناس اللي قاعد يسافرون خلال هالشهرين هذه في الفترة الصيفية وهي ما سافرت. نعم. فكل بالها واهتمامها اشتغلت الغيرة يعني بالضبط. نعم. فاهتمت في أمور ما تخصها. حلو. اهتمت في أشياء ما تتحقق لها أي هدف ولا تحقق لها أي نتيجة ولا تحقق لها أي فائدة. نعم. وهذا اللي قاعد نشوفه في أغلب الناس اللي يواجهون ضغوطات حياتية، شاغلين نفسهم في أشياء غير مفيدة أبدا، من أشياء يعني خارج عن مقدرتهم لأشياء حتى في حياتهم الخاصة لكن هي ما تصب في أهدافهم. نعم. طيب دكتورة يعني كلام جميل، يعني هي تكلم نورة عن يعني الناس اللي تشتغل عندهم الغيرة مثلا أو اللي خلينا نقول ينظرون للناس الآخرين إنه والله هذا ليش سافر أنا ليش ما سافر. نعم. هذا ليش شرى سيارة أنا ليش ما اشتري سيارة، ومن هالجانب هذا. هذا طيب شلون التعاملين معاه؟ شلون تقدرين تغيرين الشخصية هذه وتخلينها شخصية إيجابية بدل لا تكون شخصية سلبية؟ وبعدها راح ننتقل عندنا أسئلة كثيرة. نعم. دكتورة ما شاء الله عليك يعني إجاباتك نبيها شوي مختصرة علشان نسأل أسئلة نستفيد في وجودك نقدر ناخذ أكثر كم من الأسئلة اللي موجودة عندنا. نعم.
طبعا كل انسان في عنده عيوب وفي عنده مزايا. الشخص اللي يركز على عيوبه عمره ما راح يكون سعيد، لكن الشخص لما يبحث عن ميزه واحده في حياته راح تشوفه اسعد شخص وان كانت عنده مصاعب وظروف صعبه. دائما احنا نشوفه على الاشخاص اللي يعانون من الفقر او المشاكل او الظروف الصعبه. هذيل الناس دائما عندهم الرضا ونشوفهم اسعد الناس، لان قاعد يركز ولو شيء بسيط على ميزه في حياته، وتلاقي الرضا عنده عالي وسعيد جدا في حياته، حتى ابتسامته طبيعيه وبشوش طول الوقت وايجابي. ونشوف كذلك الناس اللي بالمعاكس، الناس الاثرياء والاغنياء، لو نرجع للدراسات راح نشوف اغلب الحالات الانتحار وحالات القلق وصعوبات النوم عند هذيل الاشخاص. سبحان الله. فهي مو مساله القناعه. نعم. مو مساله انا عندي شيء وغيري ما عنده، او انا ما عندي شيء غيري عنده، لكن الاهم من هذا ان انا اكون قنوع في اللي عندي ولو كان قليل. ممتاز. واذا كل شخص طبق هذه او طبق هذا الاسلوب عمره ما راح يوصل للغيره ولا اي تعب نفسي. نعم. هذا اللي احنا دائما نقول ينطبق عليهم، من راقب الناس ما تهمن. فانت يعني لا تفرط طاقتك في شيء غير مفيد، خل طاقتك تنصب عليك واستفيد منها يعني. لكن انا الحين هم برجع لموضوع الشباب والاهتمام، بما ان احنا تطرقنا له من البدايه. اذا نبي نتكلم عن العلاقه بين الشباب والاهتمامات، نعم، شنو علاقه الشباب والاهتمامات، وهل فعلا الاهتمام ممكن انه يحدد شخصيه الانسان؟ اكيد في ناس قاعد يهتمون مثل ما قلنا في البداية بأشياء ما لها شغل في حياتهم ولا في أهدافهم، وهذا الشيء ينعكس على طاقته وينعكس على ابتكاره للحلول. نعم. ليش؟ لأن إذا إحنا عطينا المخ مساحة من الفراغ والهدوء، المخ راح يشتغل لإبداع والابتكار أشياء جديدة، أفكار. نعم. جديدة. لكن إذا الشاب اليوم زاحمها في اهتمامات مختلفة وعديدة، فبالتالي حتى لما يطيح في أبسط المشاكل ما راح يقدر أنه هو يحلها، لأن مخه مزحوم في اهتمامات عديدة. فلازم اليوم الشاب يكتب كل الأشياء اللي يهتم فيها، أنا شنو اليوم قاعد أهتم فيه، شنو مشغول بالي فيه، وبعدين يفرز المهم والغير مهم، لأن في اهتمامات غير مهمة وهو شاغل نفسه فيها وطول الوقت باله مشغول فيها، وفي اهتمامات مهمة. شلون يعرف هذه الاهتمامات غير مهمة ومهمة؟ إذا كان الشيء اللي مهتم فيه يساعدك لتحقيق هدف من أهداف حياتك الخاصة، فهذا اهتمام مهم، اشتغل فيه ونشغل فيه ويعني وحقق الأهداف هذه. لكن إذا كان الاهتمام اللي أنا شاغلة نفسي فيه ما له شغل في هدفي الخاص، فهو من الاهتمامات الغير مفيدة. نعم. والضارة. ممكن أن نلاحظ هذه الاهتمامات من عمر صغير؟ ممكن. ولا ممكن أن هذه الاهتمامات من يعني في بداية نمو الطفل شيء تكون، يعني مو بداية نمو، بداية دخول المرحلة الابتدائية ممكنها تتغير في المرحلة الثانوية أو في الجامعة؟ هنا إحنا شلون ممكن نحدد أن هذه الاهتمامات فعلا هي اللي تحدد شخصيته، ولا تكون اهتمامات عابرة يعني؟ كل اهتمام يهتم فيه الطفل فهو يعتبر مفيد لتكوين شخصيته، لكن في اهتمامات مضرة للطفل اللي هو الانشغال لوقت طويل في الأجهزة الإلكترونية مثلا أو التلفزيون أو أيا كان. فإذا كان الاهتمام عند مرحلة الطفولة أكثر من الوقت اللي المفروض الطفل يهتم فيه، فهو هني قاعد ينشغل في شيء واحد وركز على جانب واحد في شخصيته، إن كان هذا الجانب تكوين شخصية أو تكوين قدرات ذهنية. نعم. أما عند الكبار فلا، الاهتمامات لازم تصب في أهدافك فقط، ما أهتم في أشياء ما لها شغل في هدفي. ما أهتم في شيء صار له 5 سنوات انتهى، ما أهتم في شيء راح يصير بعد 10 سنوات، يمكن يصير ممكن ما يصير. صحيح. ما أشغل نفسي في شيء. هذه نقطة يعني مهمة جدا. في ناس تفكر بعد سنة أنا شنو راح يصير معي. بالضبط. أو بعد سنتين. ايه؟ ليش نهتم في هذا الأمر؟ وبالذات النساء دائما يشغلون نفسهم في أمر أنا إيش راح أسوي بعد مثلا سنة أو بعد سنتين أو بعد 3 سنوات. ليش؟ صح. يعني بالذات فئة النساء أنا قاعد ألاحظ أن دائما يفكرون شو نسوي بعدين. ايه؟ الرجال شوي قلة يعني ايش اسوي بعدين، ممكن انا من خلال احتكاكي يعني مع بعض الزملاء والزميلات وغيرهم من
يعني دائما نشوف المرأة تفكر في المستقبل اكثر من الرجل. خليني بس انا اوضح نقطة مهمة حق المشاهدين، مو غلط ان انا اسأل شنو راح يصير لي بعد 5 سنوات، لا اخطط اسوي خطة. اي مو غلط ان انا اخطط مثلاً. اي اخطط نعم. واحط خطة واشتغل عليها، لا انا اقصد لكن بالحالة الاكتئاب والهم يعني تحصلينها شايلة هم شغلة نفسها في اشياء يمكن تصير يمكن ما تصير. نعم. بالضبط. طيب. هذا وايد. وايضا عندنا موضوع اخر دكتوره عداري نوره، يعني واذا تشاركيني الراي في عمليه خدمات التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي. بالضبط. يعني قاعد نشوف في اهتمامات عند الشباب خدمات التواصل الاجتماعي نشوفها غير ذات اهميه. أكيد. غير منتجه، غير صالحه للعرض، غير بغير اهداف. نعم. يعني ينقل لك صور مثلا، يعني خلينا نقول عن نتكلم عن تفاهات اكيد قاعد تنقل لنا عبر خدمات التواصل الاجتماعي. نعم. وايضا العكس صحيح، هناك في ناس تنقل صور واقعيه، صور جميله، افكار جميله وغيرها. فلا تكلمينا عن هذا الموضوع. صح. انا دائما اقول للشباب اللي يهتم في اشياء ما تفيدك ومضره لك وما وغير مربحه ولا منتجه، هو كشارب السم اللي ينطر غيره يموت. انت قاعد تتاثر على نفسك، انت اللي قاعد تضر نفسك. كل انسان محتاج هالنفس هذه لمدى يعني طويل في الحياه. انت محتاج طاقتك، محتاج قدراتك الذهنيه. لما انا اشغل نفسي في حياتي الخاصه احط طاقتي في شيء مفيد افضل مليون مره من انا احط طاقتي في اهتمامات اخرى مثل السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اليوم ما اصبحت باب للمعلومات، اليوم أصبحت مصدر سلبي ومضر جدا للإنسان، لصحته النفسية، لقدراته الذهنية، لعاداته الخاصة فيه. ناس تدريجيا مع متابعة التفاهات هذا اللي ذكرتها راح تشوفها قاعد تتقمص هذه السلوكيات وهذه العادات، ويقدر وقاعد يقارن نفسه مع العادات اللي قاعد يشوفها. غير إن إحنا قاعد نشوف انتشار العادات هذه السلبية قاعد تصبح أشياء عادية. فأنا المسؤول عن ماذا أتابع وماذا لا أتابع. هو عالم مفتوح، ما أقدر أنا أسكره ولا أقدر أن أنا أمنعه عنك، لكن أنت كبير وعندك عقل. حتى اللي الحين ب5 سنوات الحين عند الإدارة. نعم. لإدارة أنا شنو اللي يفيدني وشنو اللي ما يفيدني، شنو اللي أتابعه وشنو اللي ما أتابعه. فإحنا اليوم مو أطفال، شباب الحين في مقبل العمر، عندك مستقبل، محتاج هذا المستقبل بعد 5 سنوات. صح. فدير بالك على هالعادات اللي تكتسبها من السوشيال ميديا. نعم اكيد. طيب قبل شوي قلتي ان الواحد لازم يحط لسته ويكتب اهتماماته. عدل. ويبدي يقول الاهتمامات الاولويه والاهتمامات اللي ما لها داعي او مو من الاولويات. طيب انا من ضمن الاهتمامات هذه كلها اللي انا كتبتها باللسته. نعم. وصنفتها لمهمة وغير مهمة. حلو. طيب من المهمة أنا شلون أختار اللي يناسب شخصيتي وهي كلها بالنسبة لي تكون اهتمامات مهمة لي؟ أوكي. أنت عندك أهداف في الحياة؟ عارفة أهدافك؟ نعم. هل الاهتمامات اللي أنت ذكرتيها تساعدك لتحقيق هذه الأهداف ولا لا؟ أي. فهني أقرر. زين. طيب إذا ما تساعد؟ ما أبتعد عن الأهداف اللي أنا مفكر فيها؟ ما أهتم فيها. قلت ما في مستحيل في الحياة. يعني الواحد ما في مستحيل، يعني عندي هدف مثلا وانا عارف اني ممكن ما اقدر اوصل له، لكن احاول فيه. لا هل لا احنا ايه؟ الهدف عندي مثلا انا ابي احقق مثلا ابي اخذ شهاده معينه، اوكي، ماجستير مثلا. حلو. فلما انا اقعد على قاعد اشتغل مثلا او بالي مشغول في الجامعات في التخصصات، قاعد ابحث عن النت على كيفيه الدخول هذه الجامعه، ايا كان الاهتمام، اذا هذا الاهتمام قاعد يساعد هدفي اهتم فيه. لكن اذا انا مثلا قاعد اهتم في السيارات وانا ما بشتري سياره، ما عندي هدف ان انا اشتري سياره مثلا، فانا ليش اشغل بال شنو اليوم السياره اللي نزلت، الاسعار والله وايد مرتفعه في السيارات، العالم صاير وايد نار، العقار قاعد ينزل، العقار قاعد يصعد. لا. فانت ما عندك هدف شراء بيت ولا شراء سياره، ليش تفرغ طاقتك وتستهلكها وتهلكها وتجهدها في العقار والاسعار وامور انت اصلا ما عندك نيه لشرائها؟ نعم. عرفت؟ فهي اذا انا عندي اهداف الخاصه انشغل في اشياء تساعدني للوصول لاهدافي. حلو. طيب يعني احنا بنختم معك دكتوره عذاري، لكن بناخذ وعد من يعني معدينا اللي قاعدين في الكنترول انه
تأتينا مرة أخرى لنناقش مواضيع عن الأطفال بالذات إن شاء الله. يعني إن شاء الله. والتعامل النفسي مع الطفل، وخصوصا أعمار 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات لهم يعني تعامل خاص. صح. فنتمنى صح. المخرج يقول إن شاء الله خلاص تم. حاضر إن شاء الله. أي وقت تبون إن شاء الله. الله يعطيك العافية إن شاء الله، ومشكورة على تواجدك معنا في برنامج شباب. تسلم وشكرا. شكرا حياك الله، استمتعنا معك وايد، وفعلا احنا بحاجة لمثل هذه الحلقة، خصوصا أنا بعد مو بس اليهال، حتى نعم. سن المراهقة، سن نعم. المحير هذا أيضاً. اللي صعب علينا ان احنا يعني نتعامل معه. فان شاء الله راح نلتقي فيك مره ثانيه باذن الله ان شاء الله، ومستمرين ونكمل باقي فقرات صباح صباح الخير. راح نقص مساء كلها برامج تلفزيون نعم. لكن بعد الفاصل Choose your destiny. Flawless victory. Fight. مساء الخير، يعطيكم العافية، معاكم سنسيعي المسوي ثلاثة دان كيوكشن كاراتيه. اليوم بتكلم عن طريقة تغويات بالكيوكشن كاراتيه، ومعاي لاعبي كوهاي علي وحمد، راح أطبق عليه كم حركة كوميتي. من طريقة نستخدمها للبوكسات، شلون نقوي الجسم على تحمل البوكسات، فراح يوقف لاعب ونبلش بوكسات على الخفيف في البداية. إيديني ما راح تكون مسكرة حيل، تكون شوي مبطلة هالطريقة، شوي شوي راح أزيد. نسها دينك فوق، استخدم ريولي من برا ومن داخل عشان اخلي الجسم يتعود على الضربات خلال الفايت. بعدينك نفسها فوق جين عيد نفسها هيزة. هالطريقة راح نقوي جسمنا بالكيوكشن كاراتيه. كان معاكم سنسي علي المسوي، يعطيكم العافية. أس حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين وياكم في برنامجكم شباب قول فعل. دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا إندونيسيا، طبعا لدينا أبطال كويتيين حققوا ميداليات مختلفة ومتعددة، من ذهبية إلى برونزية إلى فضية. اليوم راح يتواجدون معنا اثنين من الأبطال، هو الكابتن محمد القطان والبطل أحمد المسفر صاحب الميدالية الفضية. دعوني أرحب باسمي وباسمكم بأبطال الكويت. حياك الله كابتن محمد القطان، وأهلا وسهلا فيك. الله يحييك ويا هلا فيك، ومشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف عندكم اليوم. الله يسلمك. وأيضا الكابتن نورة معانا، الكابتن أحمد المسفر صاحب الميدالية الفضية. حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك، وأكيد إحنا سعيدين في هذه الإنجازات. ولكن قبل لا نبتدي معهم اي شيء، احنا عندنا لكم مفاجاه او هديه شيء ان شاء الله تليق في هالانجازات الجميله من الكنترول فوق، تشوفونها معنا. يا بلاد الأبطال يا كويت الرجال، يا بلاد الأبطال
يا كويت غني طلبي وتمني مشاهدينا الكرام. دائما لما نسمع الأغاني الوطنية ونحس في عزة وفخر، ولما نشاهد علم الكويت مرتفع خارج وفي دول العالم وأمام العالم كله أجمع، وأبطالنا يحققون ميداليات سواء ذهبية أو فضية أو برونزية، نورة يعني نحس في فخر، شيء قاعد نفتخر فيه، فرحانين، كل المشاعر الحلوة تتواجد في قلوبنا. أكيد، فالواحد لما يرفع علم ديرته في مثل هذه المحافل ويكون منجز ورافعه بكل فخر، أكيد في شعور لامسكم وانتم ترفعون هذه الأعلام في أندونيسيا جاكرتا. كلمونا عن هذه الروح الرياضية والوطنية وشنو استشعرتوا فيها؟ طبعا هذا الإنجاز أحمد يعني هو اللي يقدر يشرحه أكثر لأنه عاش اللحظة وقتها. أول شيء أمسيكم بالخير وأمسي مشاهدينا الكرام على وأحب أشكركم على الاستضافة الحلوة طيبة منكم وعلى اللقطات الجميلة. الصراحة تستاهلون، يعني هذا أقل واجب يقدمونه لكم الأخوان المخرجين أو المعدين عندنا. تستاهلون. طيب صراحة الشعور لا يوصف بعد طبعا الضغوطات والتعب اللي مرينا فيه، لأن تعرف البطولة هذه كانت علينا حمل وضغط، يعني الأمانة يعني كل اللاعبين يعني كانوا تحت ضغوطات انه يبي يحققون فيها البطوله، لان البطوله هذه كانت مميزه لنا يعني من قبل سنه او سنه ونص او سنتين كنا نجهز لها، لان مثل ما انتم عارفين البطوله هذه كل 4 سنين وجدا كانت هامه لنا، ورغم الظروف مثل ما انتم عارفين كان الايقاف الرياضي اثر علينا وما كان فيه من ناحيه الدعم، واجتهدنا شخصيا احنا اللاعبين، لكن لله الحمد يعني شعور لا يوصف الأمانة بعد الفرحة، ويعني يكفي حتى فرحة الشعب الكويتي لنا هي يعني بحد ذاته زادت فرحته فرحتين، مثل ما قالوا كان العيد صار عيدين، ولله الحمد يعني احنا يوم حققنا وكذي يعني اشتقنا ان نرد ارض الوطن نشوف بس الناس اللي فرحت لنا وتبارك لنا. اكيد والناس اكيد تفرح لكم مثل ما احنا فرحنا لكم، و لكن ايضا الفايز انا دائما اقول الشباب اللي مثل احمد ومثل محمد ولهم هذه الانجازات، احيانا الناس ترى ما يسمعون مثل هذه الانجازات، ما يكونون ملمين في بعض الرياضات عندنا في الكويت، ما في تسليط ضوء على مثل هذه الرياضات، عشان شيء في ناس ما تسمع في يعني بهذه الانجازات، لكن احنا هني من خلال دورنا الاعلامي ومن خلال تلفزيون دوله الكويت وتحديدا برنامج شباب جولف عل، احنا يعني نسعد ونستانس لما تكون عندنا هذه الانجازات ونعرف الساده المشاهدين فيها، فان شاء الله كل التوفيق. يعني بالفعل نوره يعني كلامك على ما تم، وايضا عندنا القناه الكويت سبورت يعني قناه متميزه في عمليه التغطيه لجميع الالعاب، ويعني المسؤولين فيها يعني دائما يعملون دراسات خاصة لجميع الألعاب لتغطيتها إعلاميا، فدوركم يعني في رفع علم الكويت في جاكرتا يعني دور بطولي وكبير جدا، فلازم تأخذون حقكم وزيادة في عملية الإعلام. فليت تكلمنا محمد القطان، شنو كان دورك في المشاركات والبطولات الخارجية؟ طبعا احنا مشاركاتنا يعني ما انبنت باللحظه هذه، احنا الحمد لله سنين كنا يعني في المنتخب، وسواء مشاركات عن طريق النادي او عن طريق المنتخب الوطني. الفتره اللي كنا نشارك فيها طبعا يكون لك شعور، اول شيء حب الانجاز، هذا اللي احنا يعني نطلع له، حب الانجاز قبل لا يكون حب انه نروح بس نشارك ونرد. دائما نحب نشوف علم الكويت مرتفع في كل البطولات اللي نشارك فيها، فيكون عندنا هدف ان نبي نشوف العلم فوق اول ما نوصل البطوله. الحمد لله الفتره اللي كنا نشارك فيها، السنين اللي شاركنا فيها مع المنتخب، قدرنا نحقق العديد من الانجازات سواء الخليجيه او الاقليميه او الدوليه، وكل بطوله لها يعني تقدر تقول طعم خاص بالنسبه حق المشاركين والابطال اللي نشارك معاهم. دائما تكون منافستنا قويه خاصه في البطولات الدوليه، لان تكون منافستنا مع ابطال العالم، فتكون لها لذه خاصه يعني في البطولات هذه. والحمد لله يعني مع مشاركة الأبطال معانا والدعم الاتحاد الكويتي للكاراتيه الدائم معانا، قدرنا نحقق إنجازات في هالسنين اللي طافت. لله الحمد. طيب خلينا نتكلم شوي عن استعداداتك قبل البطولة، شلون كانت استعداداتك؟ والله للأمانة أنا مبدئيا كنت مستعد حق البطولة أول فترة طبعا ما يغرب يعني قبل 3 شهور،
كنت مستعد وكنت قاعد اجهز نفسي يعني مسوين برنامج انا ويا اللاعبين ومنسقين طبعا، لكن لسوء حظي قبل مشاركه البطوله قبلها تقريبا بشهر حصلت معي اصابه وعانيت فيها وانا بالعلاج وكذي. طبعا الاصابه هي تخص في ظهري والديسك والامور هذه، وانتم مثل ما انتم عارفين ان معالجه الديسك شويه يبي له وقت وراحه وتوقف عن التمرين، لكن لله الحمد يعني عالجت نفسي باسرع وقت وكانت يعني استجابه طيبه لله الحمد من الدكاتره. وطبعا قبل مشاركتي يمكن بثلاث ايام انا هني توني رديت ابتدي، يعني كان عندي الوقت ضيق جدا وكان يعني الناس عيدت انا رحت اعيد وصاله التمرين قاعد اي والله، لكن لله الحمد الله ما ضيع تعبي للامانه يعني، وبالعكس الحمد لله توفقنا بفضل الله يعطيك العافيه وتوفقت ان شاء الله ووفقتنا احنا بعد يعني في هذه الميداليه ورفعت علمنا. يعني احنا بناخذ معاكم فاصل قصير وبعدها راح نرجع مشاهدينا الكرام لنستكمل حوارنا مع الكابتن محمد القطان وايضا الكابتن يعني صاحب الميداليه الفضيه الكابتن احمد المسفر. ناخذ هذا الفاصل ومن ثم نعود. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، نرجع وعودة مرة أخرى مع الكابتن محمد القطان والكابتن أحمد المسفر. طبعا مثل ما قلت لك قبل الفاصل أنتم بالفعل رفعتوا يعني علمنا عالي، أفرحتونا يعني في ميدالياتكم وخصوصا ميداليتك كابتن أحمد المسفر اللي هي الفضية. بس هل كنتوا متوقعين كابتن محمد القطان وأيضا كابتن أحمد المسفر إذا توجهتوا مثل هذه الدورات العالمية هل تتوقعون في عملية الفوز؟ خصوصا احنا قاعد نشاهد ابطال العالم يعني لهم خبرات كبيره جدا اكثر من يعني الكباتن عندنا في الكويت. خلينا نتكلم شوي في 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 سطحيه مثلا. شوف نعم. احنا الحمد لله اسم الكويت من المصنفين عالميا، اسم الكويت في لعبه الكاراتيه وخاصه في اسيا، احنا نتكلم اسيا لان الانجاز اسيوي. احنا من ضمن الخمسه الاوائل، حتى مو نقول العشره الاوائل، ضمن الخمسه الاوائل. بس فتره الايقاف اللي حاشتنا احنا نزلت من مستوى اللاعبين شوي شوي لين وصلنا لمرحلة نخاف حتى من تقدر تقول منافسينا بالخليج. لا. بس مشاركتنا بالأسياد ما نقول كنا متوقعين ولا يعني إن إحنا طموحنا الفوز، طموحنا الذهب، بس ما كنا متوقعين الفوز. بس اللي أثبتوه الرجال يعني أحمد وعبد الله بلوشي وعلي الشطي ومحمد، أربع لاعبين راحوا من أصل أربع لاعبين نطلع في ميداليتين، واحدة ذهبية وواحدة فضية. يعني هذا يدل على الجهود اللي اجتهدوا فيه الشباب ورفعوا رؤوسنا الصراحه يعني بالانجاز اللي سووه والتعب اللي تعبوه. فتره التجهيز كانت على حسابهم الشخصي، على نفقتهم الشخصيه. فاحنا نقول ما كنا متوقعين، بس اللي سووه يعني انجاز كبير، يرفع الراس، انجاز لا. كبير. وثاني شيء احمد في قبل النهائي لعب مع المصنف السابع عالمي اللي هو الايراني، وفي النهائي لعب مع المصنف الاول بالعالم اللي هو الياباني أراقي. المصنف الأول وأحمد يتعادل معاه لآخر لحظة وهذاك يفوز عليه بالأفضلية، يعني شيء إنجاز يحسب له أحمد. أنا أهنيه صراحة على هالإنجاز اللي سواه يا أخوي. طبعا وهو قدها أكيد مع أنه أبناء الميدالية الحلوة، لكن تفضلتوك وقلت أن مستوى اللاعبين قل مع فترة الإيقاف والمشاكل اللي صارت، لكن شلون شايف وضع اللعبة؟ هل ما زال الحين في لها اقبال سواء من الكبار من الصغار، بما انك انت تدرب يعني فئات عمريه مختلفه؟ اي الحمد لله صار في اقبال. احنا الفتره الاخيره كنا نشارك يعني بالبطولات الخارجيه والناس عارفيننا، يعني عارفين اسامينا باللعبه، فيجون بناء على الانجاز يشوفون هل البطل الفلاني عنده انجاز، البطل الفلاني والله يشارك ويشوفون مستواه عالميا، فيجون على الاسم دائما. بس مع الوقت مو بس الاسم، حبوا اللعبه
فصار في اقبال مو بس الصغار والكبار، احنا نقول للشباب والبنات، صار في اقبال حتى من جهه البنات حق اللعبه. فالحمد لله الاقبال على اللعبه موجود حتى مع الايقاف، في حب للعبه الكاراتيه. الحمد لله. الحمد لله. يعني بلعبه الكاراتيه ترى لعبه عالميه، يعني كثير من الدول تهتم فيها اهتمام كبير وموسع. هل لديكم اهتمامات، يعني هل لدى الجهات اللي تدعمكم اهتمامات في لعبه الكاراتيه كابتن محمد؟ والله ما اقول لك في اهتمام للاسف، يعني الاهتمام دائما على الالعاب الجماعيه اكثر من الالعاب الفرديه. الاهتمام يكون اعتماده ومجهود شخصي من لاعبينا، مثل ما اقول، مثل ما قلت لك يعني احمد والشباب اجتهدوا اجتهاد شخصي من فقدتهم الشخصيه علشان يشاركون في البطولات ويروحوا المعسكرات. الله يعطيكم العافيه. طبعا احنا قاعد نشاهد التو بوكس اللي موجودين، يا ليت تشرح لنا هذه الصور وين كانت هذا نعم اللي علمين امين سر الاتحاد الكويتي للكاراتيه. نعم. سيد عماد بهباني طبعا له وقفات مع اللاعبين، ويدري احمد يمكن يشرح لك اكثر لانه هو اللي وايد احتك في عماد بهباني، واللي على اليسار بطلنا علي الشطي صاحب المداله الذهبيه في دوره الالعاب الاسيويه. للامانه السيد عماد بهباني امين سر الاتحاد اللي هو كان نفس الوقت رئيس الوفد المنتخب الكويتي، يعني سوى جهود اكثر من جهد الامانه، يعني حمل نفسه فوق طاقته، ويعني كل الشكر خاص له. ويعني انا حبيت راسه بعد من الفرحه وفرحته، لان انا يوم شفت فرحته يعني الامانه يعني ما اقدر اوصف لك فرحته، هو فرحان اكثر مني كان نفس الوقت، واشكره الشكر خالص يعني من قلبي. لا هو يعني اهدي له الشكر هذا يعني على تعابه، لانه هو تعب اكثر مني انا شخصيا كلاعب اللي على الظروف اللي مريت فيها، والامانه ما قصر، له دور كان جدا كبير ومعانا وتسهيل امورنا وكل شيء للامانه يعني. نعم، شلون كانت اجواء اللعبه في مع تنافس مثل هذه الكميه الكبيره يعني من اسيا، شلون كانت الاجواء؟ والله الاجواء هي كانت حلوه طبعا، احتكاكات اللاعبين مع بعض، احنا لنا معارف يعني مع المنتخبات واللاعبين. طبعا جميع المنتخبات يوم جت البطوله كانوا هم يعني كانوا مركزين في هالبطوله، كانت يعني البطوله هذه بالنسبه لهم هي المستقبل، مستقبلهم يعني، لان كانوا محضرين حق البطوله هذه، كانوا يشاركون تقريبا 9 بطولات رسميه عالميه اسيويه، بطولات خارجيه مفتوحه، كل هذا بس تجهيزا حق البطوله هذه. هذا شكل خوف بعد بالنسبه لكم، ما شكل لكم خوف؟ احنا لا، احنا ما نعرف الخوف، احنا الخوف نخليه برا الملعب، اللي يدش هو خايف هذا ندري انه ما يعني ما راح ينزل، وخصوصا البطوله هذه دائما يتم اختيار اللاعبين اللي هم مهيئين ويعني يعتمدون عليهم في الانجاز هذا، وان هم والله توقعات المدرب نظره ان اللاعب هذا انا اتفائل فيه انه مثلا راح يحقق. نعم. واللي ما حقق يعني مو يومه وقدر الله ما شاء فعل، لكن كلنا اللي سافرنا وجميع المنتخبات كذلك يختارون ما بين طبعا انهم تقريبا الفريق 50 لاعب يختارون 4 لاعبين. نعم. عباره فالاربع لاعبين طبعا يختارون احسن 4 لاعبين مثلا في المنتخب الكويت. يعني انا زميلتي نور تكلمت على الخوف وجرتني بسؤال جاء في بالي، هل يعني هناك ضرب مؤلم او ضرب قوي مثلا من خلال لعبه الكاراتيه اللي قاعد نشاهدها؟ طبعا اكيد، يعني انا يعني هل هناك اصابات تتم من عمليه هذه اللعبه؟ اي نعم، انا بقول شغله اخرج عن نطاق الموضوع، انا احيانا قبل مثلا قبل لعبي بساعه ولا ساعتين اودع وجهي يعني بالمرايا ساعات اقول بعد ساعه ممكن تاتي ضربه. إيه ممكن تي، في ناس يعني فقدت بصرها، في ناس توقفت اللعب، في ناس حاشت إصابة يعني بالغة بحيث أنه هو وقف اللعب اعتزل عن المجال هذا. طبعا بطولات خارجية ومع احتكاكات اللاعبين الأبطال، فطبعا إذا الواحد ما راح مقوي نفسه ومجهز جسمه حق المباريات. شنو أفضل التجهيزات أنك توصل للعالمية فيها؟ أفضل شنو؟ التجهيزات أنك توصل فيها للعالمية. طبعا الاحتكاكات، معسكرات خارجيه، مشاركات بطولات مفتوحه، مثلا تنظيم معسكرات وانضمامنا مع لاعبين المنتخبات الخارجيه، وبنفس الوقت حتى يعني انا عن نفسي شخصيا لاعب احمد المسفر، انا احيانا احمل جهد على نفسي زياده، يعني اخلص تمريني انا عندي برنامج ثاني هم امشي عليه بحيث اني اضاعف. طيب كابتن محمد، الحين انا ولية امر، جبت عيالي عندك، ابيهم يدربون كاراتيه ويدافعون عن نفسهم والامور هذه، لكن بنفس الوقت ما بيهم يعني الاصابات البليغه اللي قاعد تقول تتكلم عنها بطلنا احمد، الصراحه تخوف.
فشلون ممكن انه يعني هل انا امن عيالي لما يجون يدربون يردوا لي بدون اصابات ولا لازم لابد منها هاللعبه باصاباتها؟ هو طبعا احنا ما نقول اصابات تصير بسبب ان اللاعب مو متحكم في نفسه. نعم. فدائما اللي يسبب اصابه للاعب الخصم ينطرد من المباراه او ياخذ فاولات عليها. احنا لعبتنا رياضيه غير ما تكون لعبه قتاليه وفيها هجوم وعنيفه، لعبتنا الحمد لله قتال يعني دفاع عن النفس اكثر ما تكون هجوميه. نعم. فاحنا طبيعتنا اول ما نبلش سواء بلش معانا من صغير ولا كبير لازم يبلش معانا من الحزام الابيض، لازم يعرف اول شيء الاساسيات، طريقه الهجوم، طريقه الدفاع، طريقه الوقفه، حتى النظره وقفه الجسم صح، ولازم يكون عنده اللياقه البدنيه الكافيه. هذا اللي احنا نوصله للاعب من بدايته معنا. فأول فترة تقدر تقول لي بعد 10 سنين هالإصابات هذه ما تحوشه. لا. إلا خلاص يكون يكون متمكن ومتهيئ إنه حتى لما يستقبل الإصابة ما تحوش الإصابة اللي تخليه يوقف. وكذلك أنا أضيف على أخوي محمد القطان الإصابة، إحنا طبعًا عندنا سيفتي يعني طاقم كامل نلبس سيفتي يعني بحيث إنه يقلل من قوة الإصابة. اللعبة الكاراتيه. نعم. ما قاعد نشاهد روب كنا مثل الروب. تحت واقي. واقي طبعًا صدر. تحت يكون. الواقي الأرجل والواقي الأسنان يعني خصوصًا حتى الأطفال أكثر سيفتي، ليش؟ أنا عندهم واقي الرأس يعني حماية كاملة بشكل عام بحيث إنه هم الصغار ما يحوشهم الإصابات هذه كلش يعني. شنو الفئة العمرية اللي ممكن تبتدي فيها تدريب الأطفال؟ احنا نستقبل من 5 سنين بس اول فئه عمريه تلعب من 9 سنين اول بطوله يقدر يشارك فيها. بس ليش احنا نستقبل من 5 سنين؟ 5 سنين يكون بدايه فهم الياهل، يعني يكون توه فاهم بالروضه ومحتك شوي مع الناس، فهني نقدر نبلش ناسسها، يبلش معنا تاسيس فتره 4 سنين او 5 سنين اللي ناسسها فيها يدخل بطوله او يدخل موسم رياضي سواء بالكويت او برا الكويت يكون جاهز من كل النواحي ويقدر يلعب البطوله وهو متأسس فترة طويلة يعني يكون معنا. نعم. طيب يعني مثلا إذا واحد عمر 14-15 وحب إنه ينضم لكم، هل من السهل إنه يعني ليونته ومرونة جسمه من سهل إنك تهيئ لي هذه اللعبة؟ طبعا سهل، يعني مو بس من 14 حتى فوق 18 فوق 20 يقدر يشتغل على ليونة، بس يعني على حسب إمكانيات اللاعب نفسه. في لاعب حتى من 5 سنين يمكن ما خلاص طبيعة جسمه ما فيها الليونة. صح. فاحنا نستمر معاه نشتغل عليه على الليونه وعلى التاسيس وعلى طريقه الهجوم والدفاع. لا. من الصفر يبلش معانا وهو امكانياته يعني اللاعب. طيب كابتن احمد وكابتن محمد، قلت الحزام الابيض هو البدايه. شنو يا ليت تشرح لنا عمليه الحزم والالوان وشنو الفئات اللي قاعد تاخذها هذه الحزم؟ اول درجه احنا عندنا الابيض، الابيض يكون صفر ما عنده شيء، يعني مو عارف شنو اللعبه ومو عارف شنو يعني الكاراتيه. يبلش الابيض، بعد الابيض عندنا الحزام الاصفر الدرجه الثانيه اللي هي الكيو، الكيو الثالث اللي هو احنا مو الكيو الثالث نقول من 10 كيو 9 كيو اللي هو الاصفر، 8 نمشي الاكس، البرتقالي، بعدين يجي الاخضر، بعدين الازرق، بعدين البني. البني عندنا 3 درجات، بني 3 و2 و1، بعدها يجي الواحد دان الاسود. ما شاء الله، كم لون هذا؟ هو يصير ابيض اصفر برتقالي اخضر ازرق بني، هذيل الست الوان، بس البني عندك 3 درجات. نعم. بعدها هي الاسود، الاسود عاد عندك ليل 10 دان. شنو الفرق بين الكيو والدان؟ الكيو هي الخطوه، الخطوه الاولى الثانيه الثالثه لين يوصل حق اول خطوه عشان تصعد الدرجه، الدرجه الاولى الدرجه الثانيه مثل السلم قاعد تصعد، 1 دان 2 دان 3 دان. فهذا الفرق بين الكيو والدان، وشوي شوي يعني من الابيض للاسود، والاسود عادي يتدرج فيه لين يوصل لاعلى درجه. يعني ممكن هو لما يوصل الدان يكون مهيئ انه يدرب؟ مهيئ، بس مو كل واحد عنده دان يكون مهيئ. لا يعني مثلا انت ككابتن اذا عندك تحتك حزام بني او دان، يعني أو واحد دان ممكن أسود. انه يشرف على الصغار يبدي يمرنهم، هذا قصدي صح؟ هذا ايه يقدر يساعد في التدريب. بس المدرب يحتاج فترة طويلة، مو فترة طويلة يعني تقدر تقولين فترة مثلا سنة سنتين يشوف طريقة التدريب ويعرف شلون يدرب ويكون مارس اللعبة سواء بالتدريب أو بالبطولات، فيحتاج مدة عشان يقدر يعرف شلون يجاب اللاعبين. طيب كابتن محمد، يعني لما تسقل الطفل ويتعلم هذه اللعبة ويعشقها لأي عمر ممكن خلاص يوقف ولازم يعتزل؟ هل لها عمر معين مثلا محدد ولا مفتوح المجال لو يوصل 50 سنة عادي ما عنده مشكلة؟ ما في عمر معين للاعتزال،
اللاعب هو امكانياته. طبعا الواحد كثر ما كبر بالعمر كثر ما قلت امكانياته وقوته. نعم. بس توني انا سولف مع اخوي احمد، يعني واجهت لاعب فنزويلا بطل العالم، عندنا في بطوله العالم الجايه في مدريد شهر 11 الجاي. نعم. هذا اللاعب وصل الحين عمره 40 سنه ويقول لي انا قاعد اجهز حق بطوله العالم. طيب 40 سنه مو كبير يعني؟ 40 سنه مو كبير، بس بالنسبة عندنا للعبة. بالنسبه مو اللعبه، يعني احنا بالكويت ماخذنا قاعده بالرياضه بعد بعد الثلاثين خلاص هذا نقول لاعب انتهى، بس برا الكويت غلط الفكره. نعم. هذه وصل لعمر يقول انا عمري 40 سنه بس ابي اي بنجاز، احس نفسي متعطش بعد ابي ميداليات. نعم. فما فيها عمر محدد حق الاعتزال، ما فيها اي عمر محدد، ما فيها. اللاعب امكانياته يعني اذا حس نفسه ما قدر يعطي خلاص هو يعتزل يوخر عن اللعب. طيب خلنا انا ودي اتطرق الجانب النسائي شوي فايز اذا تسمح لي. بالعكس معك جانا. الله يسلمك. فشلون يعني في الانجازات النسائيه في هذه اللعبه؟ الانجازات النسائيه الحمد لله احنا قدرنا ندخل النساء تقريبا في، يعني هناك نساء لاعبات، في نساء لاعبات وبطلات يعني موجودين. نعم. من اواخر التسعينات موجودين البنات، وفي بنادي الفتاه اوجه لهم التحيه، عندهم نادي يعني مدربات ومتمكنات في تدريب البنات، واحنا قدرنا الحمد لله يعني ندخل البنات في هالمجال وعندنا انجازات يعني في. نعم. بطوله الدوحه 2011. نعم. دوره الالعاب العربيه الحمد لله حصلنا كذا انجاز بالبنات، كذا ميداليه. نعم. وبعدها هم عندنا في نادي اليرموك شاركنا مع البنات في بطوله اسيا اللي نظمناها في بالكويت، قدرنا نحصل الميداليه الذهبيه في الكاتا الجماعي والميداليه الفضيه بالكاتا الفردي، ويعني دشينا يبنى فيهم ميداليات. يتعلمون بسرعه البنت، فنون القتال اسرع من الولد، البنت اسرع من الولد كل شيء شطار البنت اسرع. هذا يعني تجربه شخصيه انا، وهم يعني قاعد ادرب بنتي، فبنتي هم تستوعب اكثر من الصبيان. ما شاء الله الله يحفظها. طيب شنو في المستقبل ان شاء الله، شنو مشاريعكم المستقبليه؟ هل هناك ايضا يعني محافل ولا شيء راح تشاركون فيه وتبون انجازات حلوه مثل هالانجاز؟ ان شاء الله عندنا احنا البطوله القادمه راح تكون محطتنا ان شاء الله ببطوله المدريد. نعم. راح تكون بطوله العالم، وان شاء الله احنا ناوي ان شاء الله نجهز خلال هالاسبوع او الاسبوع اللي بعده راح نبتدي ان شاء الله، بس ناطرين نجتمع اساس ان نحدد متى نبلش وننسق. ايش ناوي عليه يا احمد؟ والله فضيه برونزيه ذهبيه شلون عليه؟ انا عمري ما فكرت الا غير الذهبيه للامانه يعني. نعم. لان اذا واحد تستاهل وانت تستحقها تستاهل. طيب. نعم. يعني يكفي ان الواحد لما يوصل المباراه النهائيه هذه بحد ذاته يعني اكيد يتشجع انه ياخذ ذهبيه. كم لاعب يشارك في بطوله مدريد؟ جميع الاوزان. جميع الاوزان. اي بالكاتا الفردي ما يقارب يقول 25 لاعب يمكن او 20 لاعب. ما شاء الله. مع الجماعي لان احنا عندنا لعبه كذلك فردي وجماعي. نعم. طيب بما ان شاء الله مدريد بعد شهر، قلت لي بعد شهر. يعني بعد شهر شهر 11 ان شاء الله احنا ننتظر منكم انجاز جميل، وننتظر منكم اكيد ميداليه جميله هني وتشرفونا ونفتخر فيك مره ثانيه وتكون ضيف عندنا في كل انجاز، يعني في كل محفل رياضي يكون لك انجاز ان شاء الله. ان شاء الله جزاكم الله خير. بالعكس احنا ان شاء الله نبشركم ان شاء الله باستعدادياتنا وباحراز الميداليات، وبعد انا دائما كل بطوله اسافر لها لازم عيد ميلادي يكون بس البطوله اللي مسافر فيها. خلي يحتفلون فيك محمد، جهز لنا الاحتفاليه، الكيكه جاهزه، ترى يستاهل. تستاهل طيب. الله يسلمك. زين محمد، انا قبل يعني لا نوصل حتى للختام، الان اللي قاعد يشاهدونا وحابين يخلون ابنائهم يشاركون في هذه لعبه الكاراتيه يتجهون وين؟ الانديه كلها فيها تقريبا، عندنا 14 نادي فيهم لعبه الكاراتيه. حلو. وانا عن نفسي ادرب في نادي اليرموك، في صاله الكاراتيه بنادي اليرموك طوال ايام الاسبوع موجودين، يعني يقدر يروح النادي ويشارك ما يقولون له والله اقل مثلا من 9 سنوات ما نقدر ناخذ؟ لا لا، يعني في عرف بينكم ان 5 سنوات ممكن يدخل؟ انا مو العرف بيننا، انا عن نفسي حطيت العرف لانه تمام 5 سنين اشوفه جاهز. نعم. اقدر اشتغل معه. ممكن في انديه ثانيه ممكن تستقبل 7 سنوات، ممكن في 8 سنين. يقول لك اتعب عليه فتره طويله، ليش خليني اشتغل عليه سنه سنتين واجهزه؟ بس عندنا لا، انا عن نفسي يعني باقي الانديه يعني مع كامل احترامي لهم ما ادري شنو توجههم بالضبط، هل من 5 سنين ولا 8 سنين؟ بس ليش اقول 5 سنين؟ 5 سنين يكون خلاص عارف
بلش بالروضة وعارف صار فيه يعني صار عنده حياة اجتماعية، عارف شلون يحتك مع الناس. فلما هي أشتغل معاه يكون محتك مع الناس قبل لا يجيني، أقدر أشتغل معاه شوي شوي بالتدريج. حتى لو يعني أنا أشتغل من 5 سنين لغاية 18 سنة إذا يبي يبلش معي، فما عندنا أي عمر محدد. يعني ما بيقول له والله ما أدخل، في ناس يوني 4 سنين وأقول له ما أقدر أجربه يومين يطلع أحسن من الكبار، أحسن من 8 سنين، يكون عنده الإمكانية إنه يقدر يعطي. فما في يعني ما بيحددها من عمر، أنا أقول من 5 سنين وكيفهم يعني الناس اللي حابين يعني. أكيد الله يوفقكم وشكرا لكم لتواجدكم ولهذه الإنجازات الجميلة. إن شاء الله نتمنى أن نلتقي فيهم من بعد إن شاء الله شهر 11 راح تكونون في مدريد وتكون ميداليات في آخر إن شاء الله. وأنا أبي واحدة ولا ثنتين، نبي كل الفريق ميدالية 25 طماعين إن شاء الله. استاهلون بلايكس، هذا كل شيء نقدر نقدمه لكم ونرفع على مديراتنا خارج البلاد. الله يجزاكم خير وشاكرين حضوركم وتواجدكم، وأيضا شكر لك نورة يعني شكري. أول حلقة قدمها معاك كحلقة جميلة جدا وعفوية للأمانة، فيعطيك العافيه ومشكور. وانا اليوم بعد احنا في بدايه البرنامج تكلمنا نعم. ان الواحد شلون يكتسب خبرات، وانا اليوم اكتسبت خبرات كثيره من زميلي فايز. انت استاذه ومتعلم منك. يعطيك العافيه، تسلم. الله يسلمك. راح نلتقي فيكم ان شاء الله باكر مثل موعدنا من الساعه 6 للساعه 7 على كويت سبورت، وبرنامجكم شباب قولوا فعل. في امان الله، مع السلامه.